بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم النهاردة فيديو جديد بعشبة جديدة، هي عشبة الترنجان. عشبة الترنجان هي نبات طبيعي بيزرع في الأراضي الرطبة اللي بتكون على مقربة من الماء. العشبة دي أساسا موجودة في الشام، فيها زيوت طيارة زي مادة السترال، وهي مادة مسكنة للتشنجات وطاردة أيضا للغازات. عشبة الترنجان علاج لآلام الروماتيزم وآلام الجهاز العصبي وآلام الأسنان والأذن، مفيدة جدا لعلاج للصداع وخفقان القلب. هنجيب الأوراق الترنجان الجافة، وهنجيب معلقة منها وهنحطها على ماء ورد، وهنعجنهم مع بعض لغاية ما يبقوا زي كريم، وهنحطهم مكان الجزء المصاب لمدة 20 دقيقة. كمان عشبة الترنجان بتحسن الحالة النفسية وبتقوي الذاكرة، ودايما بنديها بعد الولادة لإضرار الحليب لدى السيدات، وأيضا إن هي منظف للرحم من الإفرازات ما بعد النفاس. معلقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويشرب مرة يوميا، من العلاجات القوية ومن الأعشاب القوية جدا هي عشبة الترنجان.